السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة الخاصة بواحد الموضوع مهم اللي يعني تعتذر أنني ما قدمتوش هذه مدة. الموضوع تتعلق بإرسال حوالات مالية أو يعني أموال للمغرب. يعني الإنسان من تيجي الولايات المتحدة الأمريكية وتيسر ليه الله وتيشتغل، فبعض الأحيان تيفكر أنه يصيفط الأهل ديالو أو الإخوة ديالو، يعني أفراد العائلة تاعو، ففي أغلب الأحيان ما تيعرفش. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم الطريقة باش ترسل الأموال للمغرب. كاين الطريقة الأولى اللي هي الطريقة عن إرسال عن طريق البنك، يعني من بنك اكاونت لبنك اكاونت، يعني من حساب الشخصي تاع الشخص اللي في الولايات المتحده الامريكيه لحساب اهله في المغرب. هذه الطريقه تاخذ وقت، فلا يعني ما تنصحش بها. كاين الطريقه الثانيه اللي هي بعث الاموال عن طريق الويسترن يونيون. الويسترن يونيون شويه مكلف يعني مقارنه مع الشركات الاخرين اللي تيرسلوا عن طريقهم الناس المال للمغرب. فالطريقه اللي تتبان لي انا شخصيا واللي جربت هي طريقه ارسال الاموال عن طريق الماني جرام للمغرب. بالطبع ما تاخذش يعني وقت، يعني ممكن 10 دقائق 5 دقائق والاموال توصلوا للمغرب. بالنسبه للاموال يعني سولني بعض الاخوان على شحال ممكن انسان يرسل. انا ما غادي نقدر لكمش نقول لك ترسل 400 دولار 500 دولار 1000 دولار، لكن خصكم ديروا في العلم ديالكم انه هذه واحد السنتين ان الولايات المتحده الامريكيه كحكومه كسلطه ولات تترقب. يعني انت مثلا بترسل واحد الحواله بريديه للاهل ديالك، يعني مال بترسل الاهل تاعك في المغرب، فمن تمشي مثلا وولمارت يعني السوبر مارشي باش تصيفط، لان عندهم مكاتب تماك تاع المانيغرام مثلا بتصيفط الفلوس، فهما من تصيفط مثلا الاب ديالك تيخزنوا، يعني المرسل هو مثلا فلان ترسل لواحد الشخص اخر مثلا فلان اكس يصيفط الاكري، فداكشي تيبقى عندهم في السيستيم. تجي شهر مثلا اخر تعطيها الورقه تاع تحويل الاموال، تتقول لك شنو هو الاسم الشخص، تمشي تلقى عندها في السيستم، ولا تيخبيو هذا الشيء في السيستم باش يعرفوا لمن الاموال تيمشيو. لانه شخصيا هنايا مثلا في هذه الولايه في مينيسورا كانت طرات واحد الحادثه في 2012 او 13، هي انها تتعلق بواحد السيده الصوماليه اللي كانت تبعت تقريبا حوالي بريد تاع 1000 دولار شهريا للصومال. فمن بعد تم القاء القبض عليها وتم اكتشاف ان هذوك الاموال كانوا تيمشيو لواحد جماعه ارهابيه اللي تسمى شباب الاسلام الدفاع عن الصومال، شي حاجه بحال هكا هما من نظرهم. المهم جماعه ارهابيه. فاللي بغيت نقول لكم انه الانسان ما يحاولش يفوت واحد المقدار، يعني كل واحد ظروفه، لكن من الاحسن 400 دولار 500 دولار فما تحت، يعني 1000 دولار كل شهر. ولا هذه انا طنظن انه لا يمكن شي واحد يصيفط مثلا 1000 دولار كل شهر، مع هذا الا كان يعني الدخل ديالو يعني واحد 4000 دولار 5000 دولار للشهر. اليوم جيت نوريكم هذه الطريقه. هذه هي المطبوع، هو شتو مطبوع، تاخذوه من داك المحل تاع السوبر مارشي مثلا في وول مارت، تمشي تاخذوه تتعمر المعلومات تاع باش تصيفط الاموال بعجاله. غادي نوريكم انا الطريقه. المهم هذا الباراغراف الفوقانيه او هذا القسم الفوقاني مخصص للمرسل، يعني مثلا انا بغيت نرسل، فتكتب الاسم ديالك الشخصي واللاست نيم يعني الكينيا، وهنا العنوان تاعك، المدينه، الولايه، الزيب كود، الولايات المتحده الامريكيه مثلا USA، وهنا رقم الهاتف ديالك. اوكي، وكل حرف خصو يكون في خانه، كل حرف مثلا سميتك هشام اتش بوحدها اي بوحدها سي بوحدها مثلا بحال هكا، فكل حاجه في خانه تاعتها. من بعد تجي لهنايا، هنايا خاص بالريسيفر، الريسيفر هو المستقبل، تدير مثلا سميتو واللاست نيم ديالو ورقم الهاتف ديالو. ها هو يعني مثلا الاب ديالك في المغرب الجلالي عمر مثلا، والرقم تاع التليفون تاعو باش الا مشاو تماك الفلوس يتصلوا به. هنا نسيت ما قلت لكمش، هاد الخانه ها هي هاد الخانه، عايز تكتب فيها الثمن تاع الارسال، مثلا 200 دولار 300 دولار 50 دولار 100 دولار على حسب. اوكي، تنجيو مثلا لهاد الفقره، ها هي الدوله، تتكتب مثلا موروكو، ها هي هكا، وتتكتب هنا الرباط او مراكش او فاس او على حسب المدينه اللي مصيفط لها. هذه طريقه سهله ومفيده، ودغيا يعني الاموال توصلوا للاهل ديالك في المغرب. تنتمنى في نهايه هذه الحلقه ان هذه المعلومات تكون مفيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.